كيف استطعت رؤية السماء بشكل مختلف عن ما شفنا وتحويل هذه الأعمال يعني الكارثية اللي حصلت في اليمن إلى لوحات فنية؟ هي لا شك أعمال كارثية بكل المقاييس، بس لما تشوف الدخان يمكن الموضوع أنا شايفة بسيط، يعني الإنسان البسيط ممكن لما يركز شوية على الصورة والدخان بيتصاعد ممكن يطلع بأشكال، بس إنه مش قادر إنه يحط اللمسات. أنا شايفة إني بس كنت بشط أوضح الصورة لا أكثر ولا أقل، يعني كان في من المتابعين يرسلوا لي الصورة ويقولوا شوفي يا فنانة في هنا ممكن تحطي وردة وهنا ممكن تحطي أم وطفلة وكذا، فأنا شايفة إن الموضوع مش بهذيك الصعوبة، بس إنه كيف نحط اللمسات يعني حد يكون محترف شوية. فصار الموضوع انه كان تاملي بس شويه بتشوفي صور حلوه ان شاء الله، يعني ممكن لا على عقب انه الانسان بيهرب من الواقع عشان يشوف اي حاجه احلى من الذي بتشوفها، يعني شيء كويس من القبح اللي بنشوفه والدمار اللي بنشوفه، من اول شيء ممكن يدينا امل نرسم جزائر في عز الازمه. يعني فعلا سبا، يعني واحيانا يعني نقدر نخلق من القبح من الحرب اشياء فنيه ممكن ان توصل رسالتنا الى الاخرين. ما هي رسالتك سبا اللي تحاول انك توصليها من خلال هذه الاعمال اللي عملتيها؟ انا انسان احب التفاؤل جدا، مؤمنه جدا انه ما فيش وضع بيستمر، دائما في نهايه لكل وضع ماساوي. فانا ربنا الانسان يعني يبطل يتفائل، يبطل يشوف انه في مستقبل، في امل ان احنا نعيش ان شاء الله غد افضل من الواقع اللي احنا عايشينه. فانا انسان بحارب الياس ايا يكن، يعني انت لما تقول انك متوكل على الله وفي نفس الوقت يائس في خلل، ما ينفعش الا انك تتوكل وتتفائل. عشان هكذا لازم ندور اي حاجه تساعدنا ان احنا نحيا من جديد، ما نموتش انفسنا بالحياه، يعني الانسان اليائس انا شايفه ما فيش فرق بينه وبين الميت، انت تعتبر ميت اذا انت متشائم. فانا شايف انه الرسالة الاهم من اللي بسويه انه تفائلوا في نفس الوقت بس نسعى نحن نلقى اي شيء ممكن يجمعنا، يعني الفن مستحيل تلقي طرف بيكره الجمال، كلنا بنحب الجمال، طيب خلونا ندور اي شيء يجمعنا مع بعض. كلنا نحب الجمال، طيب خلونا نحاول عشان نمشي القبح هذا ونرجع زي ما كنا نرجع اخوان، ما نخليش اي شيء يفرق بيننا يعني على مستوى الوطن الواحد. هذه كانت الرساله. يعني أعمالك ما شاء الله شفنا أنها لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلوها الناس في كل المواقع بشكل كبير، فكيف تساهم أعمالك في نقل معاناة اليمنيين ونقل القضايا اليمنية إلى العالم؟ أنا شايفة أن الأغف أو الصورة هي أكثر لغة ممكن الناس تجتمع أنها تفهمها بشكل سريع، يعني أنت لما تشوفي لوحة فنية أو عمل فني مش محتاجة درجة من اللغة أو درجة من درجة علمية عشان تفهمي اللغة، فالفن هو لغة الجميع. أنا شايف أنه لما ننقل معاناتنا من خلال الكلمات أوكي حلو إحنا نتكلم عن معاناتنا، بس لما نتكلم عن معاناتنا بشكل سهل وسلس بتوصل الرساله بشكل اسرع واوضح. يعني انت لما تشوفي مقال وتشوفي صوره، انت اول حاجه بتشوفي الصوره وبعدين تروحي تشوفي المقال، الصوره أيوة. بتجذب اكثر. ففكره ان احنا نعبر عن اوجاعنا بشكل عام يعني بالصوره، انا شايفها الرساله بتكون اسرع واوضح. فانا مع جدا ان الفنان يكرس من وقته ومن جهده انه يحط رسالته في اعمال فنيه، في لوحات فنيه. طيب سبا، يعني انا حابه اعرف فين كانت البدايه، لما يعني ايش اكثر يعني لوحه وصلت للناس من خلال يعني شهرتها، وايش كانت ظروف هذه اللوحه لما رسمتيها؟ هي البدايه كانت في 2015، يعني انا من زمان برسم، بس في 2015 لما بدات الحرب يعني كان شيء جديد بالنسبه لنا كيمنيين انه بيوتنا تقصف والدخان يطلع، ويعني كان الوضع كله غريب وصعب علينا. ففي 2015 بداية الحرب كنت أشوف السوشيال ميديا الناس كانت بتشير أعمال الفلسطينيين، الفنانين الفلسطينيين من حروبهم القديمة، كانوا يرسموا على الدخان أشكال زي اللي برسمها كذا. حبيت الفكرة ورجعت أرسمها، أول ما شفت الحدث هذا على طول رسمت. فكانت أول رسمة في 2015 تقريبا في 9 سبتمبر. فبدأت أرسم،
المفاجأة أن الناس حبت الموضوع وبدأت تنشر بشكل كبير. يعني أول رسمة كانت لي كانت فتاة تحمل طفل والعلم بيحترق من وراها، كان قصف على مدرسة من المدارس مش متذكرة اسمها بالضبط. أول ما رسمت هذا كنت يعني ما كانش في بالي أن الموضوع حياخذ صدى هكذا، وأبدأ أشوف الناس تتعامل معاه كأنه ظاهرة فنية جديدة تستحق المشي، لدرجة أنه في ناس شيروا يعني أبعد ما كنت أتوقع، حتى صحف عالمية الاندبندنت البي بي سي، صحف حتى برازيلية ويابانية، يعني أبعد شيء كنت أتخيل أنهم ينشروا عنه. فكانت أول لحظة كانت الحافز أني أكمل، كان في 2015 بداية الحافز.